في حد شاف النادي الاهلي بعين الاحترام؟ وزي ما بقول لكم دايما الاعلامي الكبير عمرو اديب في لحظات انتصار النادي الاهلي في كتير من الاوقات يراه بشكل طبيعي، يراه بحاله الزملكاوي اللي عنده شعور ليه الاهلي او ليه الزمالك مش زي النادي الاهلي على هذه الوضعيه، اللي بيديك حقك في لحظات دايما بنقول هنا، ولما بيكون في اختلاف في وجهات النظر كمان بنقول في اللحظه دي. عمرو اديب تحدث عن النادي الاهلي وكيف هو مختلف، متفرد، مميز، جميل. نشوف الكلام. طبعا ان الاهلي جاب الجون الثاني، يعني تحس كده ان الاهلي بيلعب في مختار التتش، يعني تحس ان الاهلي كده بيلعب في مصر. بيرسي تاو جاب الجونين، طب كويس. طبعا مستنيين بقى كهربا والشحات وبتاعه وكده. الشحات بيلعب ولا لا؟ مش شايف انا. بيلعب. نستنى بقى، هو اللي هيرفع الكورنر وكهربا ما جاش. معلش اتنين مش واقف يا جماعه، مش عايزكم تزعل. سامع اهلاويه زعلانين يقول لك اتنين بس، انت عايز كام تكسب سبعه؟ يعني برضو الاهلاويه برضو مستوى الطموح غير طبيعي، واحنا بقينا نادي طموحلس. يعني انتوا عندكم طموح واحنا عندنا طموحلس، احنا لم يعد عندنا اي طموح لاي شيء. اتحدث عن الزمالك، اتحدث عن الزمالك طموحلس. يعني بس يعني يفضل النادي فاتح بقى، ده الامل، مش الامل ناخد بطوله، لا النادي يبقى فاتح. دلوقتي يقول لك ايه؟ ان نادي الزمالك يفضل فاتح ابوابه، احنا واصلين للمرحله دي يعني. فيعني الاهلي جايب اتنين اهو، فبتفرج، وارد يعني ممكن يحصل اي حاجه واي شيء يغير الدنيا، انما يعني اظن كده مبروك للنادي الاهلي ولا بدري؟ اصل كل الناس يقول لك ايه من عين عمرو اديب. انا دايما بقول لكم النتائج قبل اي حد. انا اظن كده الماتش ده خلص واللي وراه خلص. انا بقول لكم اهو الماتش ده خلص واللي وراه خلص. يعني انا ما اقدرش اقول نفس الكلام على ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي. تخيل يعني رغم انه 2-0 كان، انما ما اقدرش اقول نفس الكلام، ما اقدرش. انما الاهلي انا عايزك تحط في بطنك بطيخه صيفي. الاهلي قد عبر. يعني استاذ عمرو اديب، هل انا بتكلم في مقارنات ايه؟ انا كويس ان ناديه لسه فاتح، يعني انا مش هتكلم في كوره ومش هتكلم في ارقام، انا كويس ان ناديه مقارنه بالنادي الاهلي لسه فاتح، لسه شغال. يعني انصاف النادي الاهلي، بس احنا مش هنقع في الفخ بتاع ان التاهل حسم ولا المباراه اللي بعدها حسمت، احنا هنقاتل لاخر لحظه بعقليه كولر. ولكن اللي قاله عمرو اديب عن المقارنه المتزنه نفسيا، ده بقى اللي شاب العين الصح، وده كان شعاري في بدايه الحلقه. جو بقى الترجي ضعيف، الترجي اللي اخر مرتين انا معاه في دور المجموعات بيصعد على حسابي، 22 سنة ما خدتش بطولة أفريقيا وجاي أتكلم عن النادي الأهلي، بعدي بروكسي بأخطاء تحكيمية، النهاردة لسه عندنا واقعة في التحكيم حتى في الدوري اللي محمد صبحي، يعني ركلة جزاء واضحة صريحة كان لازم تحتسب للنادي الإسماعيلي اللي كان ممكن زي حرس الحدود قبل كده لعبة فيها خطأ تحكيمي تتسبب في هبوطه. كل الكلام ده ما ينفعش تسيبه وتيجي تقلل من انتصار النادي الأهلي وتقول لي فريق ضعيف. اتعلم، اتعلم كده من الالتزام بتاع اعلامي كبير زي عمرو اديب، وهو بيقول لك مشكلتك ايه، وهو بيقول لك المقارنه تبقى ازاي، وهو بيقول لك الوضع يبقى ايه، على لسانه هو مش لسان انا. وانا للامانه قلبي عندك، قلبي عندك، انا معاه، قلبي عندك، واكيد مصلحتنا ان كل الانديه طبعا يعني تكون في افضل حال، ولكن دون ان نقلل من نادي ليه انجاز كبير بيدافع عن كل الانديه المصريه، لان صدقني النادي الاهلي يحمل وحده حاليا الدفاع عن الكره المصريه افريقيا وعلى مدار اخر 22 سنه. ولو خارج المعادله على فكره اول ناس هتتضرر هي باقي الفرق كلها، لان النادي الاهلي اللي شادد الوضع تسويقيا ومتابعه وجماهيريا وافريقيا ووجوده في كاس عالم للانديه، كل ده شيء مهم جدا لصالح الكره المصريه. وانا بقول للاعلامي الكبير عمرو اديب، ما تزعلش نفسك، اكيد هيجي يوم من الايام يعني الامور تبقى احسن،
لان كمان المقارنه مع النادي الاهلي صعبه زي ما انت قلت. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مش في حته تانية، النادي الاهلي هو الحته التانية.